اهلا بيكم في فيديو جديد، تطبيق جديد للربح من الانترنت. في الفيديو ده هنتكلم عن تطبيق لاكي سيت اب، التطبيق ده للربح من المشي. فهنتكلم عن التطبيق ازاي بيشتغل وهل بيدفع ولا لا، وده السؤال الاهم. والفيديو ده بناء عن طلب احد الاصدقاء في الكومنتات. فاتمنى لو انت عندك تطبيق، ابلكيشن، موقع، تطبيق، اي حاجه عايز نتكلم عليها يا معلم، ما تتكسفش، احنا هنا عيله في بعضينا. كل اللي انت هتعمله هتكتب اسم التطبيق في الكومنتات وان شاء الله هنعمل لك فيديو. دلوقتي قبل ما ندخل في التطبيق، انا عايزك تنزل بصلاه على النبي، لو انت مش مشترك اشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات، تابعني على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام، كل الحاجات دي موجوده في صندوق الوصف. دلوقتي نقول يلا بينا. دلوقتي بقى تعالى اعرفك على التطبيق مع بعض. اول حاجه هتفتح التطبيق ده، لو انت حد جديد هتلاقيه بيقول لك طولك كام، وزنك كام، ذكر ولا انثى، تمام؟ بعد ما تعمل الخطوه ديت هيبدا ان هو يقول لك مبروك، انت كسبت كام، 50,000 نقطه في التطبيق. بتدوس على احصل على 50 دي، تمام؟ بيبدا ان هو يجيب لك الاعلان، دي اول حاجه بتقول له تمام. بعديها بيجيب لك 4,000 نقطة مكافأة التسجيل، جميل، عشان تاخد الدبل تاخدهم 8، بتتفرج على اعلان برضه، تمام تمام جدا. بتفتح معاك الواجهة اللي قدامك دي، الواجهة اللي قدامك دي بيقول لك ان انت هدف اليوم فوق كده 6,000، اللي هو 6,000 خطوة، على كل خطوة بتاخد 4 نقاط في التطبيق، جميل جميل جدا برضه. تحت كده في عملاتي، في عملات الحظ، عجلة الحظ، خدش، الحاجات دي ما تدخلش عليها لان كلها اعلانات. هو التطبيق من نفسه اصلا كده، وانت لو سبت الواجهه الرئيسيه بتاعته كده بتلاقي اعلان مره واحده ظهر قدامك، ودي حاجه خلتني اللي هو لا، ايه ده، هو ايه الاعلانات الكتيره دي؟ مش كده يعني، ماشي اوكي اعلان لما انا ادوس، انما انت تفتح لي اعلانات في اي بطيخ كده، لا كده غلط. نكمل دلوقتي. لو رحنا على السحب اللي هي عملاتي، بيقول لك انت معاك كام؟ معاك 58,000 نقطه، وبيقول لك ال 4,000 نقطه بيساوي 1 جنيه، يعني الفلوس اللي معايا ديت بيساوي 14.5 جنيه. فانت عشان تسحب بتدوس على اسحب ديت، تمام؟ بيفتح معاك الواجهه ديت. وايه هي بقى يا معلم الواجهه ديت؟ في عندك اربع خيارات او اربع مبالغ لسحب الارباح عن طريق امازون، ومفيش غير امازون يا جدعان. معرفش الناس التانيه بيظهر لها في حاجات تانيه ولا لا، بس انا كاحمد ما ظهر ليش غير امازون، واعتقد ان الجميع كده برضو. اقل حاجة كام؟ انا ما اعترضتش على امازون والله، لكن اقل حاجة كام؟ 500 جنيه، 2 مليون نقطة. ده رقم كبير كحد ادنى، انا مش بقول لك كحد المفروض كنت تعملها مثلا كاكبر حاجة واقصى حاجة تسحب مثلا 500 جنيه. انما تحط لي اقل حاجة 500 واعلى حاجة 2000، اللي هو 2 مليون نقطة، اللي هو هجمعهم ازاي؟ انا حتى ما عنديش اصحاب، لو فضلت الف اليوم كله انا مش هجمع اللي انت بتقول عليه ده. زياده يا جدعان، وانا بحمل التطبيق لقيت اربع كومنتات اللي هم واخدين اعلى حاجه، واللي هم ظاهرين في الصفحه الرئيسيه في جوجل. كل واحده مي بتقول اول يوم حصلت على عملات ولكن الخطوات لم تحسب وتاتي يوم حسب، يعني في حوارات كده. عبد الله بيقول لك كان معايا 52 جنيه، تمام، دخلت تاني يوم لقيت رصيد صفر. اخبار من هنا وهناك بيقول لك تطبيق مخادع وغير صادق، في البدايه يعطيك النقاط باعداد كبيره ثم تتناقص عندما تقترب من المليون ونص. النقطه دي حلوه جدا يا جدعان، لان معظم التطبيقات بتاعه الاعلانات او الالعاب او مش عارف ايه بيبدا ان هو في الاول فعلا بيديك كوينز كتيره، اللي هو ايه، انت ادخل بس كده اتفرج على عمل اي حاجه، اتفرج على اعلان، العب لعبه. في الاول بيديك مثلا نقول 50,000، بعد كده بيبدا يعني ممكن يديك 5 6. والله بكلمك بجد، انا جربت كتير من الحاجات ديت. فالتطبيق ده يا جدعان هنضيفه لبلاي ليست اسمها احذر، لان التطبيق مفيش واحد شكر فيه، دي نقطه. تاني حاجه في اعلانات كتير. تالت حاجه وسائل السحب، مفيش وسائل سحب غير بطايق امازون، اللي هو انا اشتري من امازون وانا طبعا عايز فلوس في ايدي، مش عايز اشتري اصلا حاجه. فده تطبيق لاكي سيت اب او سيت اب يا جدعان، الناس اللي بتدور عليه، صديقي اللي طلب، الناس لو انت بتبحث والفيديو ظهر لك فبلاش تشتغل على التطبيق لانه هيضيع وقتك واعلانات وحوارات وكلام كتير كده. انما انت بقى لو عندك تطبيق تاني، موضوع تاني، موقع، عايزني اي حاجه نتكلم عليها، سيبها تحت بالكومنتات، فيديو مخصوص ليك باسمك. بس كده يا صاحبي، ده فيديو النهارده، واشوفك في فيديو تاني. سلام.